السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر باسم طاقم جمعية مدينة العرائش للبيئة والتنمية والتضامن، نشكر الأخ السي محمد سعد قادر السبيطي على التشريف ديالو لهذه الصبيحة، ووكهب معنا إن شاء الله تعالى من الصباح. واليوم أنتم كتشوفوا كانت فعالية مهرجان الثالث لبسمة يتيم اللي بديناها يوم 27 مارس، حفل خيري في قاعة السينما في قاعة سعادة، وكان حفل خيري اللي حضروا فيه أولياء الأمور بكيفية تبارك الله يعني كثيرة جدا. ويوم السبت 30 أبريل مارس كانت عندنا طبق الخيري بحديقة الهسبيريدس، واللي عبروا فيها ساكنة مدينة العرائش بانضمامهم وتأييدهم لمهرجان اليتيم. واليوم انتم كتشوفوا عندنا صبيحة الأيتام وصبيحة الأطفال يعني سواسية، يعني فرق ما بين يتيم وغير يتيم. وهذا الصبيحة اللي كانت من تنشيط البهلوانة التطوانية ماما سعيدة، وشرفونا كذلك مدرسة مهدي بن تومارت بمسرحية اللي حقيقة مصرية معبرة يعتبر بها الكبير قبل الصغير، وهي مسرحية أنا والآخر. فأجادوا صراحة في لا في الإلقاء ولا في الموسيقى ولا في الحوار ولا في كل شيء. والآن أنتِ لك تشوف إحنا مستمرين في تنشيط الصغار، إن شاء الله غدا يوم الثلاثاء 2 أبريل عندنا رحلة للمارك بارك اللي غتنطلق هنا من الخردين تسبوعة إن شاء الله مع الثامنة صباحا. وإن شاء الله نتمنوا على الله سبحانه وتعالى أن الأيتام يستمتعوا كما إحنا متصورين أنهم يستمتعوا. ونهار الخميس 4 مارس عندنا أبريل الخير أبريل. سمحوا لي لأن نعم بالنسبة كذلك هاد التقييم ديالكم السيورة ديال هاد السنة يعني السنة هذه الدورة الثالثة، يعني أهم الفعاليات، وبالنسبة للمستهدفين نسبة المشاركة يعني نسبة الاستهداف والمشاركة ديال الأطفال وكذلك الآباء المجتمع المدني. المجتمع المدني ما تفاعلش معنا، هي هذا الشغل هذاك، احنا كل واحد عنده قناعاته، كل واحد عنده رأيه، كل واحد عنده طرحه. احنا بالنسبة لنا يكفينا ان الساكنة هاد السنة هذه شرفنا على يعني وتقبلونا الساكنة اكثر من المجتمع المدني. فانت كتعرف سي عبد القادر كيقول المثال لكل راس قناطينه، فكل واحد كيشوف المنظور ديالو كيشوف كيفاش. نعم بالنسبه للمشاركين الاطفال الايتام كانت هذه السنه 367 يتيم من جميع المدارس المدينه الابتدائيه ومدينه العرائش، الا بعض المدارس اللي وجدنا مشاكل السنه الماضيه فاستطعنا اننا نمشيو عندهم. نعم، ولاحظنا كذلك على مستوى البرمجه كل مره يعني كتنظموا اشكال مختلفه يعني ديال الانشطه. واش ما المهرجان ما رصاش على مثلا قاره فيما يخص مثلا الطفلات، وكل مره كتنوع يعني في الاستهداف ديال الفئات اللي مثلا الطفلات مثلا تزيين الطفلات. لا عندنا حنايا كل سنه كنعملوا انشطه مبرمجه وغير متكرره، لان احنا نستهدف يعني تنويع في الانشطه والارتقاء باليتيم الى احسن العطاء واحسن الاستمتاع. فالسنة الماضية كانت صبيحة للأطفال، الآن كاينة صبيحة للأطفال. أنت كتعرف الصبيحة للأطفال ماشي كل مرة غنزينو الأطفال، ولكن جبنا لهم من هو أحسن يعني لا من ناحية التنشيط ولا من ناحية الأداء. فالسنة الماضية كانت عندنا نزهة إلى ضيعة زونين، ضيعة النموذجية. هاد السنة هذه رفعنا السقف إلى منارك بارك،
يعني هذا راه ماشي تنويع مرصيناجي. كيف تدبر الجمعيه الانشطه ديالها رغم انها لم تستفد من الدعم العمومي يعني الدعم الساكنه يعني المحسنين هما اللي كيدعموا اليتيم، اما الدعم اللي كيعطيوه الجماعه فهما كيعرفوا من كيعطيوه. يعني هل تعتبروا انتقام يعني من لانكم يعني عبرتوا على الراي ديالكم في الشكل ديال الدعم ديال السنه الماضيه انه كان لم يكن موضوعي؟ بطبيعه الحال انا راه عبرت واعبر كل ما تتيح لي الفرصه ان اعبر لان من حق وهي في الحقيقه نقول لك البكا مور الميت خساره. يعني الدعم ما كيعطيوهش الناس اللي مشرفين على الدعم صومك عيوار ما كيشوفتش غنديروا انا غنقول له اعطيني الدعم بزز. يعني يمكن تقديم تظلم في الموضوع في ما نقدم تظلم ويقلموا سيدي ربي يوم القيامه نلتقي واللي عنده شي طرح يحط. انا ارفع تظلمي الى الله عز وجل ومن تشتكي باللي يعطيك المسؤول اللي هو على الدعم هو بيدو كيوزعوا كيف يشاءوا وما خصهم الاحزاب ديالهم واللي كيصوت عليهم. نعم شنو هي الكلمه اللي يمكن توجهها للمحسنين اللي كيدعموا المبادرات ديالكم؟ اللي كيدعموا كنقول لهم جزاكم الله خيرا ومن احسن احسن لنفسه ومن اساء فعليها والله سبحانه وتعالى اللي قدم لليتيم شي حاجه راه كيقدم له وله الجزاء الاوفى والاوفر.